في هذا الموقع تقدم المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية وغيرها من كل ما يحتاجه النازحون من المناطق التي تعاني من المعارك والقتال. هنا المتطوعون والمؤسسات الإنسانية تقدم هذه المعونات للمحتاجين. وفي هذا المكان أيضا المعونات الإنسانية، الملابس التي تقدم من قبل المتطوعين للنازحين القادمين إلى هذه المناطق من مدينة كرشاتف وغيرها. نقدم المساعدة لوجود الحاجة، فالأيدي لا تكفي. هناك حاجة لفرز وتوزيع المساعدات، ففي كل مكان بحاجة إلى أيدٍ إضافية. المدينة كلها تحضر المساعدات، كل يحضر ما يستطيع، وعلينا فرز كل شيء لأن الناس محتاجة. تصل أعداد النازحين يومياً إلى مقاطعة كورسك حسب الإحصاءات الرسمية إلى 3000 نازح، تستقبلهم عشرات المراكز المؤقتة في الإقليم، ثم ينقلون إلى مئات المراكز الدائمة والمنتشرة في أنحاء روسيا، وتقدم السلطات المحلية لهم دعماً مالياً بسيطاً إضافة إلى مخصصات مالية أمر بإيصالها لهم الرئيس الروسي. تصل المعونات إلى مقاطعة كورسك يومياً بعشرات الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات المختلفة من كل أنحاء الاتحاد الروسي، بينما يتسابق المواطنون على مشاركة المتضررين بما لديهم من إمكانات. وأكدت السلطات المحلية أن المعونات تصل إلى المحاصرين في المناطق الساخنة بتضحيات من المتطوعين والجنود الروس. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، ضواحي مقاطعة كورسك.